بهذه الكلمات. قال: فلتصبر، يعني تحبس نفسها عن السخط وتتحمل المصيبة، ولتحتسب يعني تحتسب الأجر على الله بصبرها، لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب، يصبر على المصيبة ولا يتضجر، لكنه ما يؤمل أجرها على الله فيفوته بذلك خير كثير. لكن إذا صبر واحتسب الأجر، يعني أراد بصبره أن يثيبه الله ويأجره، فهذا هو الاحتساب. مرها فلتصبر يعني على هذه المصيبة، ولتحتسب أجرها على الله عز وجل.